أهلا بكم. الوفاء للكلمة، الوفاء للإنسان، هذا معيار أخلاقي يتحتم على الشاعر أن يتخلق به. كانت العرب تجير الملهوف بكلمة، وتمنع الجوار بكلمة، وتعمل الخير بكلمة. فالكلمة الحرة التي تنبعث من القلب قبل الحنجرة تغير الحال إلى الأفضل، وتجعل الكون أكثر اتساعاً بلا نزاعات ولا صراعات. وتلكم الغاية الجليلة من الشعر العربي ومن كل قول وفعل أيضا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله، وهذه حلقة جديدة من بيت القصيد، وفيها نستضيف الشاعرة الدكتورة إيمان عبد الهادي من الأردن. حيا الله دكتورة إيمان، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت قصيدنا وقصيدكم، كيف الحال؟ تحية وسلاما أستاذ مصطفى، عساك بأحسن حال، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة ولصبرك علي وحسن ظنك بي. وكذلك شكرا لصبركم أيضا في فترة الإعداد التقني لهذه الحلقة، التي من المتوقع أنها ستكون مميزة، وهذا مؤكد بوجودكم. دكتورة إيمان، بعد الترحيب بحضرتك وقبل الشعر والذهاب إلى نقاش سيكون ثريا بحضوركم، دعينا يعني في البداية نعرف عنك ما تودين أن نعرف. خذينا مشكورة إلى شيء من سيرتكم الذاتية، تفضلي. يعني أنا من الأكبر إلى الأصغر، أو من الأعلى إلى الأدنى تنازلياً هكذا. أنا أم، وبعد ذلك أنا شاعرة، وأخيراً أنا أستاذة جامعية. فالمشروع الإبداعي يتقدم على الأكاديمي، والأمومة تتقدم على كليهما. جميل جداً جداً. وماذا عن أمومة الشعر؟ هل تجدين نفسك أماً للقصيدة أم ابنة لها؟ يعني القصيدة هي أم الجميع. الشعر الذي يسمى ديوان العرب، أو أنه علم قوم لم يكن لهم من علم غيره، يمارس نوعاً من السلطة الأمومية يعني علينا جميعاً، لأننا مهما طاردنا أبعاده وأبهاءه ومراميه البعيدة، نظل نتتلمذ عليه، ونظل يعني نجلس في حضرته كطلبة حتى آخر العمر، أو كما يقول يعني أستاذنا العلامة حسين مؤنس: سيموت الكاتب قبل أن يعجب بنصه. لذلك هو يطارد هذا الرضا الأمومي، أو يحاول أن يكون ابنا بارا لهذا النص، وربما يموت قبل أن يفعل. يا الله، سيموت الكاتب قبل أن يعجب بنصه، وهذه نعم. حقيقة ربما تخالج شعور أغلب الكتاب والمبدعين، فالإبداع هم، والفن هاجس يشغل كل القلوب التي تتطلع إلى إحداث فارق بالكلمة. على ما يبدو أن النقاش معك سيكون ثريا، والأسئلة التي أعددناها فيها من الدسم ما فيها قبل الذهاب إليها، نريد أن نفتتح معك بقصيدة تختارينها وتقرأينها نعم. علينا بإلقائك الجميل والمتميز دائما، تفضلي دكتورة إيمان. شكرا أخي مصطفى. أنا لن أستطيع أن أبدأ إلا بنص لغزة: ستمضغك المتلفات الجياع إذا أمضت الحرب أسنانها، إذا ابتلعت وجهك النبوي وأخرجت الأرض أضغانها. الله. عماء على العالم المتمدن يطفو ويغرق شطآنها، وعشب كثيف أمام الندى سيرشح في الفجر أحزانها. رؤاك المجدة صوب الغياب إلى ما تؤجل عرفانها. رؤاك المجدة صوب الغياب إلى ما تؤجل عرفانها. وقد أفلتت عروة الكلمات، فكيف ستوثق إيمانها؟ يا الله. رمادية لوحة الذكريات، فكيف ترى الآن ألوانها؟ لمئذنة سقطت في الأذان ركاما لترفع إنسانها. لناي الأسى صار سكينة ستجرح بالنصل ألحانها. يا الله. لطفل يلوح للمستحيل، وأم تجهز نسيانها. نناديك في خلوات البكاء، تراك ستقبل عرفانها. نناديك في خلوات البكاء، عساك ستقبل قربانها. رؤوس الملائكة الطيبين ثمار تزين أغصانها. بكيتم عليها عداد الدماء،
فكيف ستحصون أشجانها؟ سرى كم شهيد إلى وحيها وما زال يذرع أكوانها، شهيدا فقيرا بلا وردة يضمخ بالعطر بستانها، ويكسر فينا مرايا الغياب، ويخرج من لوحة كانها، الله، يرتل أسماءها العاليات، ويقضي ويلعن من خانها. ويقضي ويلعن من خانها. أحسنت كثيرا دكتورة إيمان، دائما غزة تفرض نفسها بكل شرف على كل حوار. وقبل الذهاب إلى أسئلتنا، شيء عن غزة ربما لا يزال يختلج في نفسك ويعتمل في صدرك ويزيد عما قلته ربما في القصيدة وينبغي أن تقوليه قبل أن نذهب إلى أسئلة من شكل مختلف. والله غزة هي أكبر من كل كلماتنا، يعني عندما نتحدث عن غزة تذهب الكلمات إلى مكان قصي بعيدا عن متناول الألفاظ. ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر المجيدة، وأنا تقريبا كل يوم أسجل بعض الأبيات أو قصيدة كاملة، ولكني لا أستطيع نشرها، أشعر بالخزي يعني وبكثير من الاستخذاء، من العار، من أقف أمامها متفاشعة يعني. فلا شيء يقال يعني أمام الدم. نعم. لا شيء يقال أمام الدم. نسأل الله أن يعجل بفرج أهلنا في غزة وعموم فلسطين، فكل خاصرة من فلسطين التاريخية تنزف سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في الداخل. نرجو من الله أن يمن على فلسطين بالحرية التي تليق بأهلها وتليق بكل العرب والمسلمين، وأن ينال كل من لا يزال يعني ينادي بحريته ويبحث عنها ويجد في سبيل تحصيلها، نرجو له أن ينال حريته عاجلا لا آجلا. دكتورة اللهم إيمان، أريد رؤيتك الخاصة الآن فيما يتعلق بمعايير انتظام الأدب العربي في زمن السرعة وتعدد الأشكال، أريد رأيك الخاص في هذه المسألة. نعم، يعني ربما أننا خرجنا حتى من لحظة السرعة، هذا الفضاء المتسع الذي تتراكض فيه الأشياء وتطرد كالتراشق بالبيض الفاسد، صار أكثر من مجرد سريع. يعني أنا أتحدث عن سيولة هنا وأستعير لفظة زيغموند باومان في سلسلته عن السيولة، الأدب السائل والحب نعم، السائل والسائل والحداثة السائلة إلى آخره. نحن في زمن السيولة وما بعدها يعني، والأشياء تماهت بما هي فقدان للعلامة أو غياب للدلالة. فأنا أظن أن المعايير أيضا نالها ما نالها في هذا الإطار، لكن هي تبقى راسخة. لا أدري، هنا عندما نتحدث عن انتظام الأدب كما تفضلت وأشكرك لهذا السؤال، نتحدث عن معايير مضمونية، يعني معايير إنسانية كالمحمولات الفكرية والروحية و القيم الإنسانية أو المنظومة القيمية، أم نتحدث عن انتظام الأدب في الإطار العام البنيوي له، يعني في أشكاله، في حدود الأجناس. أنا أظن أنه من الضروري بمكان أن يحافظ كل جنس أدبيا على إطاره وعلى قوالبه اللغوية وعلى محدداته. يعني نحن نتحدث أحيانا عن الواقعية في الأدب، وقبل قليل قرأت قصيدة لغزة تشرفت أن أفتتح بها. هنا نتحدث عن معيار خاص، يعني أنا هنا لست مرتهنة لفكرة النخبوية الآن، لا أستطيع أن أتجمل، لا أستطيع يعني أن أحشد أدواتي الكنائية، أو لا سبيل لاستخدام الانزياح الآن. أنا أمام واقع، أنا لا أكتب للنخبة الآن، أنا أجسد حقيقة ما، يعني هي ماثلة أمامي بكل دمها وبكل إباداتها الجماعية. ولذلك فأنا أظن أنني الآن في هذه اللحظة أبحث عن معيار مختلف، بعيدا كما قلت لك عن الانزياحات وأدواتها، أنا أتحدث عن النخبوية حتى، أنا أتحدث عن معيار واقعي، وأحاول يعني أن أمد يدي وأحتاز شيئا من الحقيقة من خلال النص. نعم. من الجميل جدا أن يكون المبدع قادرا على يعني تعريف ما يلزمه في مرحلة ما، فمن الظلم بمكان للتجربة وللذات وللضمير الذي يحمله الشاعر بين جنبيه وفي أعماق تجربته، من الظلم
أن ينحاز إلى الكناية وإلى التعابير البعيدة والانزياحات الهامشية التي ربما يعني يتعدد أو تتعدد تأويلاتها في زمن الدم الواضح والألم الفاضح والوجع السيال الممتلئ في غزة ومناطق أخرى. علينا أن نكون صريحين مع الوجع كما هو صريح معنا أو أكثر. أحسنت كثيرا دكتورة إيمان. لكل موهوب مبدع غاية، فما هي الغاية البعيدة من الشعر التي تبحث عنها وتسعى إلى قطفها الدكتورة إيمان عبد الهادي؟ يعني عند الحديث عن الغايات، إذا كانت هذه مرادف آخر، إذا كان هذا المصطلح مرادفا آخر لكلمة الهدف، فلا بد أن يكون للشعر يعني رسالية، ولا بد أن يكون تبشيريا، ولا بد أن يكون من ورائه فكرة، ولا ينبغي له أن يكون بنيويا منغلقا على الذات منكفئا على نفسه، ولا ينبغي له أن يكون يعني موجودا من أجل ذاته فقط. أنا أظن أنه يعني غايتي البعيدة، يعني لا أدري، دعنا نتحدث عن الغايات القريبة. الشعر مثلا يعلمني كيف أجلس، كيف أتحدث، كيف آكل، كيف أمشي، كيف أحاور الناس. من تعلم العربية ترقى طبعه، يعني مش ضروري نروح ندرس بروتوكول في لندن كوليج. الشعر قادر في غاياته أن يحقق الإنسانية في صورتها المثلى، أن يجعلك أكثر أناقة. الغايات البعيدة للشعر تتحقق من خلال مفاهيم قيمية كبرى كالحق والخير والجمال، وأظن أن الشعراء طاردوا هذه الفكرة مرارا، يعني حاولوا احتيازها والقبض عليها، وقد ننجح أحيانا، ولكن يعني الشعر فخ كبير، يعني أن نقول هذه القيم العالية والتي يعني قد تغرقنا أحيانا في الوعظية أو في الإنشائية أو في يعني الخروج على الشعرية بين مزدوجين، قد يكون اختبارا كبيرا للشاعر. لكن ما نتفق عليه هو أن الأشياء غائية في الشعر، يعني فلا ينبغي له أن يكون شكلانيا أو أن يكون كما قلت موجودا من أجل نفسه. لا ينبغي للشعر أن يكون شكلانيا، وإنما يجب أن يمس عصب الحياة اليومية، أن ينتمي الشاعر إلى هذا الوجع، أن ينتمي الشاعر إلى ألم من يتحدث بلسانهم ويحاول أن يدافع عنهم بالكلمة. أحسنت كثيرا دكتورة إيمان، وأكيد نحن متواصلون معك وما زلنا يعني متشوقين إلى جديدك من الشعر. قبل مواصلة النقاش نريد أن تسمعينا قصيدة جديدة، تفضلي دكتورة. قصيدة أخرى لغزة. يا سلام، يبدو أن غزة حاضرة بقوة في هذه الحلقة. أحبك في الصباح كأن بحرا أمام الشمس يغسلني ويرقى، أحبك في الظهيرة مثل طفل أعد شطيرة وأزاح أفقا. يا سلام. أحبك في المساء، خذي عيوني وأعطيني ظلاما مستدقا، قميصك كم يلوح في عمائي وعروته من الآلام وثقا. لقد كان الزمان أخا جراح، وكان الجو في الأحزان طلقا، فكيف ترمدت فيك المرايا فلم تبصر من الحربين فرقا. عن البنت التي سلكت طريقا خلال السور لو تزداد عتقا، يا الله. عن الولد الذي غنى لينجو فصار جناحه العلوي طوقا. عن البنت التي سلكت طريقا مجددا متفضلا. عن البنت التي سلكت طريقا خلال السور لو تزداد عتقا، عن الولد الذي غنى لينجو فصار جناحه العلوي طوقا. الله، يا سلام. عن الجهة التي صارت جهات على الملكوت كم عطشت لتسقى، عن البحر الذي مرج المعاني وحين أضاءه الفسفور شقى، طيورك في الصحون دم الصبايا على الأكواب جرحك صار ودقا،
كأن إبادة نسختك نهرا عظيما زاده التيار عمقا. أحبك في الشتاء لأن سيفا ضبابيا يسمى الآن برقا. الله. أحبك في الخريف، أحبك في الخريف عداك صفر وقد سقطوا على الأسوار حمقى. أحبك في الرجوع فأنت بيت وأنت من الذين نسوك أبقى. يا الله يا الله، يا سلام، لا فض فوك دكتورة إيمان، ودام هذا الحس الإنساني العالي المنتمي لأبناء وجعه إلى الأبد وبلا تردد ولا مجاملة. أحسنت كثيرا بهذه القصيدة العالية بإنسانيتها بمضمونها وبما فيها من ألم نرجو له أن يندمل. سنريحك قليلا وبعده نعود إلى نقاش آخر، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، نرحب بكم وهذه الحلقة المتواصلة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا من الأردن الشاعرة الدكتورة إيمان عبد الهادي. أهلا وسهلا بك دكتورة إيمان مجددا. دكتورة، تعريف حرية الإبداع الشعري من وجهة نظرك، أنا لا أريد التعريف الفضفاض الذي يتناقله كثيرون، إنما أريد تعريفا خاصا يمثل الدكتورة إيمان عبد الهادي. تعريف حرية الإبداع الشعري، ومتى تصبح هذه الحرية مشنعة، وكذلك متى تصبح عبئا على صاحبها؟ شكرا لهذا السؤال. أنا تفضل. عندما أذكر كلمة الحرية أقول الحرية، يا لها من كلمة. يعني الله عز وجل عندما علق الأمانة في أعناقنا، يعني عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قال بعد ذلك أنه وهديناه النجدين، نعم. وقال في موضع آخر أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فالحرية إذا ركيزة وجوهر وأس في الإنسان، لا يمكن أن يكون إنسانا بلا حرية، هذه هي الفكرة الرئيسة. أحد أهم أشكال التعبير عن حرية الإنسان هي الأدب والإبداع. صحيح طبعا أن المرأة تعيش على هامش الحياة الاجتماعية وتمارس أحيانا الكتابة كعمل سري، ولكن الكتابة بما هي كتابة، بما هي لغة، تحولك إلى كائن لغوي وتركب لك أجنحة. المفهوم العام للحرية أن يكون بلا قيد ولا شرط وأن يكون مطلقا، هذا ليس متحققا في المجتمعات الإنسانية التي هي عبارة عن مؤسسات ودساتير وأعراف وتقاليد. أنا مثلا لدي مرجعيات دينية، لدي عرف مهم، لدي منظومة قيمية أتحلى بها، وهذه ليست قيودا. الشرط في الحرية هو أن لا تكون مطلقة في هذه اللحظة، هي لا تكون حرية، يعني لأنه من يكون حرا بهذا المعنى هو الوحش في الغابة أو فاقد العقل، يعني المجنون كائنات حر. فوضوية إذا لم تضبطها معايير وقيم أخلاقية معينة. بطبيعة الحال تفضل يا كريم. نعم، فقط هذا ما أريد قوله باختصار. الحرية في الأدب هي أفق عال جدا وقدرة شمولية مستغرقة على أن تقول كلمتك. أن تقول كلمتك هذه ليست منحة من أحد، نعم، هذه هي الحرية التي يعني أنت وجدت فيها، هذه جزء من تكوينك، هي موجودة في جبلتك. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ربما تكون أكثر السياقات عبقرية في استذكارنا لشخصية عمر بن الخطاب في عبقريته، يعني وربما تطغى حتى على مفهوم عدله مثلا، لأنه لا يمكن أن تتحقق العدالة بلا حرية. لذلك فالحرية الإبداعية لا تكون في خرق القيم ولا في تجاوز الحدود ولا في الخروج على المألوف بطريقة يعني عجائبية أو فانتازية أو فيها يعني تحطيم لذائقة الإنسان. أنا دائما كنت أقول أنني أريد أن أكتب أدبا لا تستحي من قراءته ابنتي، يعني هذا كان شرطي، لأنه كما قلت لك أنتمي لمنظومة قيمية ولدي مرجعيات لا 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 يمكن تجاوزها. فقط أحسنت كثيرا دكتورة، وهذا هو الخط الفاصل ما بين
الأخلاق وما بين الفوضى. الإنسان حامل الأمانة يتقيد، هو يقيد ذاته، وهي ليست قيود بالمناسبة كما تفضلت، وإنما هي يعني قيم تميزنا عن مجتمعات الفوضى، تميزنا عن مجتمع الغابة. فالحرية المطلقة لا يمكن لها أن تستمر إن كانت شكلا من أشكال الفوضى. أما القيم فهي تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وليس بهذا أي قيد أو أي عبودية، إنما هي الحرية الحقيقية إن صح التعبير. دكتورة، أنت يعني خضت غمار المسابقات الكبرى، وكذلك يعني تشاركين وتحكمين في كثير من المسابقات، ويعني حضرت العديد من المهرجانات. هذا من جانب. من جانب آخر نجد أن هناك وسائل تواصل اجتماعي ووسائل تكنولوجيا قربت البعيد وجعلت العالم قرية صغيرة كما يقولون. ربما هذا يستدعي الآن أن أطرح عليك سؤالا آخر عن التصورات. الآن نريد الحديث قليلا في التصورات التي يمكن أن تؤدي للارتقاء بالمستوى الشعري في ظل وزمن هيمنة التكنولوجيا. أما من تصورات معينة أحيانا تخالج خيال الدكتورة إيمان، ليته يكون كذلك، ليتهم يفعلون كذا. تفضلي. أنا أظن أنه لا نستطيع أن نضع على طرفي نقيض التقدم التكنولوجي أو السياقات التكنولوجية في مقابل، يعني كأنهما يقفان بالتوازي ولا يمكن أن يلتقيا، في مقابل ذلك السياق الشعري بما هو يعني أصلا فكرة تراثية أو فكرة يعني لها أبعادها أو ذاكرتها يعني القادمة من زمن سحيق. أظن أنه على السياق التكنولوجي أن يكون خادماً للمعنى الشعري والسياق الشعري ولهذه المنظومة. أتذكر في الآن من خلال مقدمتك حول هذا السؤال ذكرتني بمقدمة كتاباً أيضاً لأنطونيو غالا، وهو كاتب إسباني منحاز تماماً للثقافة الأندلسية ومستغرق فيها. كان يقول في مقدمة روايته المخطوط القرمزي أن هناك سيدة وخادمتان. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة إيمان عبد الهادي، سنحاول التواصل معها من جديد ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله مجددا، نعود إليكم مشاهدينا الكرام. وعدنا إليكم دكتورة إيمان بعد انقطاع يعقبه وصل، ولا جعل الله بين الصادقين انقطاعا. كنا نتحدث عن بعض التصورات وطرحت وجهة نظرك، لكن مر بعض الوقت أثناء التجهيز لإعادة شبك هذا الاتصال. على أي حال الأهم وجودك معنا. قبل أن نذهب إلى أسئلة جديدة، نحاول أن يعني نجمل الحلقة فوق جمالها بقصيدة جديدة تقرأينها مما تفضلين. تفضلي. كلنا شوق للشعر مرة أخرى. طيب سأقرأ سمرقند، وهي قصيدة قصيرة. نعم. سمرقند. إيه، هل أنت بخارى؟ هل أنت بخارى؟ كل ما في داخلي من مدن الظل وأشباح المغاني قد توارى، وأنا أبصرك الآن تماما، وأنا أبصرك الآن مرارا، ملء عينين كأني في الرماد الرخو قد آنست نارا. فانظري إن كان في نجمك، أعني ثقبك الأسود، ما يكفي الحيارة. والفضي يا أمي الحبلى بأبناء المنافي، لحمك الأخضر سورا وسياجا وجدارا. أي ماء كل حي منه قد هشم في صلصالك الحي الجرارا.
أي حرب قد أعادت صبية الكهف كهولا وبنات الشمس أنصاف عذارى منذ أن أسلمت فزاعة وجهي وأنا أحرس حقلا مستعارا. من هذا النص ما أجمله، به فلسفة واضحة وبه غموض محبب إلى الذات، كما أنه يصل إلى مختلف طبقات التلقي إن كان للتلقي طبقات. دكتورة إيمان، إلى أي حد تتوقعين أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً للشعر والشعراء في المرحلة المقبلة؟ هل يمكن لهذا أن يحصل؟ أظن أن أي فكرة جديدة قد تشكل تهديدا للشعر بالنظر إليه على بما هو فكرة تراثية أو ذاكرة أو يعني فكرة قديمة فيها نعم. قدم. الذكاء الاصطناعي نعم يشكل تهديدا بحسب زاوية النظر إليه. يعني إذا نظرنا للشعر أو الأدبي مع الذكاء الاصطناعي بوصفهما ثنائيتين فسيكون مهددا له نعم. الإنسان والآلة، العقل والماكنة، الخلق والإبداع والخوارزميات. أظن أنه حضرتك بسؤالك الأخير ذكرتني بمجموعة من الموفيز، يعني أكثر من فيلم تناول هذه الفكرة وجعل الآلة تتطور و يعني تشعر ربما أو تشكل سلطة على الإنسان، على خالقها أو صانعها، وتمد يدها الفولاذية إليه لتقتله لتنهي وجوده ولتسيطر بعد ذلك على العالم. هذا نوع من الديستوبيا، يعني من ومن أيضا ما يمكن أن نسميه حالة رعب من القادم، لأنه لا نعرف كيف تتطور الآلات. وللحق أيضا أنه إذا أردنا أن نفكر كيف يعني كيف يمكن أن يهدد الذكاء الاصطناعي هذه النصوص أو هذه الآداب بمجملها، فأتذكر أيضا فكرة وردت في الخيال العلمي، الآن لم تعد خيالا علميا، أنهم أرادوا أن يزرعوا شريحة في ذاكرة الإنسان، في ذهن، في عقل الإنسان، أشبه ما تكون بسيرفر، لأنه الآن المقاربة تجري على مستوى الداتا. يعني مثلا دعني يعني أذكر ببعض التعاريف التي قدمها الفلاسفة للإنسان. يعني عندما فرقوا بينه وبين الحيوان، بعضهم قالوا أن الإنسان يعني حيوان ناطق، فاستخدموا آلة الصوت هذه أو آلة النطق ليجعلوه متفردا أو عاليا على الحيوان، وبعضهم قالوا العقل لأن الله كرمه بالعقل وجعله نعم. يعني واعيا. نيتشه على سبيل المثال قال أن الذاكرة هي الفرق، لأنه الحيوان الذي يرعى في الحقل ذاكرته ليست قصيرة، هو ليس له ذاكرة أصلا، هي الذاكرة التي تحصل في اللحظة التي نعم. يأكل فيها العشب. الآن لو نحن أردنا أن نستعرض حضرتك يا أستاذ مصطفى المعلومات التي قرأتها كلها في حياتك، أنت لن تتذكرها جميعا، لكن باستعراض سريع أو بحث صغير ريسيرش على الجوجل سنستوعب معلومات هائلة. يعني هناك نعم مليارات ومليار المعلومات الهائلة على صحيح. إذن ما قيمة الذاكرة؟ للحق أنني أقول إنه الوعي هو الأهم وليس تذكر الأشياء، لأنه جوجل يحفظ معلومات بما لا يقاس أكثر من الناس جميع مجتمعين 8 مليار إنسان على الوجه البسيطة. لذلك هنا أنا أقف أمام إشكالية تعريف ما هو الإبداع؟ ما هو الإبداع؟ نعم يعني إذا أردنا أنظر إلى الذكاء الاصطناعي أنه يهدد وجودنا، فما هو الإبداع؟ هل هو الأصالة؟ هل هو الخلق؟ إذا كان بهذا المعنى، إذا كان بحساسية الخلق، فالآلة لا تستطيع ذلك. إذا أردنا أن يعني أن نفكر ما هي المعايير التي يكتب بها للتشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي، فلديه معايير خالصة. يمكن أن نجد قصصا، أنا لم أجرب أن أنظر في نص شعري مكتوب بالذكاء الاصطناعي، لكني اطلعت على نعم قصص كانت مكتملة المعايير. لا أستطيع أن أنكر أن الذكاء الاصطناعي قادر على كتابة نص في أطره العامة جيد ومحلق، و يعني لا يختلف كثيرا عن ما يكتبه الإنسان، أو لا يختلف بالمرة وقد يتفوق عليه، لكن أنا أفكر في المحرضات التي تقف خلف هذه الكتابة، بالنوازع، الدوافع. يعني عندما أقرأ مثلا سيرة ذاتية فأنا
يعني أكون أمام حساسية هائلة من الصدق الإنساني التي تتمثل أن ما يكتب الآن هو حالة عاشها الكاتب، هي واقعه قبل أحسنتي. أيام قبل سنوات، لكن الآلة لا تملك حساسية الخلق هذه، قد تكتب أفضل مني، لكن عندما أفكر بمحرضاتها لا أجد سوى الخوارزميات، أنا لا أستطيع أن أجد حيوات تتكلم وتعيش وتتألم وتنهض كالعنقاء من تحت رمادها، لا أستطيع أن أجد ذلك. نعم. أحسنت كثيرا، وهذه إجابة دقيقة في معناها، تؤكد أن الإحساس والشعور هو الأقدر على مواصلة الحياة والتأثير والكتابة. أما فكرة الخوارزميات التي يمكن أن تلقن لمختلف برامج الذكاء الاصطناعي، فإن الناتج عنها سيكون أيضا مصنوعا سببه إنسان وإن كان نعم بواسطة آلة. دكتورة إيمان، القيم المشتركة التي يجب على الشعراء أن يعززوا حضورها ويرسخوها في نصوصهم وتجاربهم من وجهة نظرك الشخصية. نعم أحسنت، يعني عندما نتحدث عن قيم شعرية فإننا نتحدث بالضرورة عن قيم إنسانية. ما هي القيم الإنسانية المشتركة بيني وبين من يتحدثون اللغات الأخرى، بين شعر بوشكين وشعر إزرا باوند وشعر المتنبي وامرئ القيس؟ هناك قواسم مشتركة في حديثهم مثلا عن القيم الوجودية، في محاولة تفسيرهم للموت، في حديثهم عن الخير، عن الحق، عن الجمال، في محاولة تعريفهم للسعادة. إذا هناك قيم إنسانية مشتركة، هناك قيم وجودية للتحديات التي يقع أمامها الإنسان، شعوره بالاستيحاش في هذا العالم، الاغتراب، محاولته أن يأنس بالشعر. هذه القيم كلها تتكرر، سنجدها في المنجز الإنساني كاملا، يعني تتكرر وإن بقوالب لغوية مختلفة، لأن اللغة تفكر. يعني اللغة يعني لو وقفنا أمام شخص يتحدث عدة لغات وهو شاعر، يعني يكتب الشعر بالإنجليزية والروسية على سبيل المثال ويكتبها بالعربية، سنجد أن ثمة اختلافا في طريقة تفكير اللغة وإن كان الشخص هو نفسه. يعني ولذلك هذه هي القيم، قيم الخير والحق والجمال، وهي القيم التي يستلهمها الشاعر بصورة فردية أيضا. نعم. طيب ماذا عن القيم الذاتية التي تفرض نفسها على تركيبة إيمان عبد الهادي الشخصية؟ والله أنا أظن أنني أتيت من خلفية فيها حساسية عالية تجاه النص، وأن هذا كان دائما يملي علي محاولة للتطهير، يعني محاولة لأن أنتزع ما شعوره من انفعالات في عالم النفس وأنقلها أو أترجمها إلى واقع الحس، وكانت دائما الصورة الإحيائية التي يعني تحيطني كان لها علاقة بما يجري يعني حولي، يعني من معطيات. أنا لا أظن أنني انبتدت عن الواقع، وإن كان الواقع قبيحا جدا هربت إلى، أو ربما لأقل يعني قفزت إلى مفاهيم ذاتية أو تأملية، وهذا يفسر ربما تجربتي الصوفية إلى حد بعيد، في تصوفت داخل اللغة، لا أقول أنني متصوفة حركيا، ولكن ذلك الاستسرار والإلغاز والرموز التي حاولت تفكيكها داخل النص الصوفي أغرتني بهذا الضباب أو هذا الغموض الشفيف اللذيذ الذي وجدته هناك، والذي قاوم بمعنى ما قاوم قبح العالم، يعني جمال هذه اللغة وإلغازها قاوم قبح العالم بالنسبة لي. نعم. ونريد قصيدة جديدة من خلالها تقاومين هذا القبح وتفرضين الجمال على المتلقي وكذلك على القصيدة التي نعم. ستزداد جمالا بقراءتك لها، ولا شك في ذلك، تفضلي. شكرا أكرمك الله. سأقرأ مقطعا من نزهة المشتاق، لأنها قصيدة طويلة في 120 بيتا، سأقرأ أبياتا منها. أمام الأربعين رأيت عمري يسيل على الفوات ولا يسيل، يميعه المضي بلا جهات، ويعصمه الوقوف المستحيل، وتربكه كطفل نرجسي رؤاه وطبعه النزق العجول، لدفتره الكبير يد وساق فيكتب أيها السير الجليل. أمام الرحلة الكبرى وقفنا
يدوخنا التجلي والأفول لجدتي التي نامت طويلا ضحاها كم يليق به الخمول لطفلي منذ أن ألقيت يمي به مذ فاض عن كفي ينيل بهاجسي البعيد سكنت نجما قصيا سوف تذكره الحقول بباب الله والجرح اشتباه كلامي مثخن ودمي نحيل ونزف معدني تحت جلدي وطعم فائق عطر ثقيل كوزن أمانة الوحي المعلى إذا أفشى لطائفها الرسول وجدت النفري يبيح سيري يقول إذا وقفت أنا الذميل يا سلام. فكوني ساق أشجار الخزامى وغابة ما يراد له الحصول إذا ما قلت أوقفني تجافى وشاخت في مواقفه الطلول وجدت الشيخ ينزع عن ظلالي عباءته الزوال هو الحلول رأيت الواقدي على المغازي يجرح ما الرجال به عدول وأسماء التي سرقوا فتاها لك العتبى وللصبر الجميل يا الله. رأيت أبي يميط كتاب حزني أقول له على الله الحمول إذا جاعت يداي فأنت حبري وإن هجم السدى أنت الحؤول وإن مرض الطبيب فأنت قصدي ومتسعي إذا ضاق الدليل هنالك تصبح الغيمات مأوى لدمع ما وتبتكر السيول ودربا ترتقي آخيت فيها جراحي آخت الدعة السهول وآخر قمة في طور روحي تشابك في سماوتها الوعول رأيت قرونها الخضراء تنمو وتغزل غيمة ليست تزول وصلت إذن سيسألني حنيني وكيف يجيبه عني الذهول مضى عمري شهابا خلبيا مضاء بالغبار له ذيول أمام الأربعين رأيت نهرا بلا جهة وقبرة تؤول فراشا كالنثار زهور خير وأشجارا على غدها تقيل وسربا من حمام سرمدي يشيعني إذا اشتبك الهديل يا سلام، أحسنت دكتورة إيمان، لافض فوك وأكيد سعداء بوجودك معنا بعد هذه الجرعة العالية الجمال. لابد من استراحة قصيرة، بعدها نواصل مباشرة معك بإذن الله. مشاهدينا نخرج إلى فاصل سريع ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الجزء الأخير في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. 10 دقائق تفصلنا عن الختام إذن دكتورة، وحديثكم لا يمل والوقت معكم ينقضي بسرعة، ولكن أود أن أكسب الوقت وأكسب إجاباتكم على الكثير من الأسئلة المتبقية، ونريد تكثيف الإجابات لنأتي على أغلبها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يعني كيف يمكن للشعر أن يكون سلوى وعزاء لك على المستوى الشخصي؟ وهل تواسي الكلمات قائلها أمام حلم ينشده أو ربما عزيز يفقده؟ تفضلي. نعم 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 تواسيه وتشكل معادلا موضوعيا أمامه إزاء كل فقد وكل فراغ في حياته يحاول أن يردمه. كتب الفلاسفة عزاءات الفلسفة وقدموا محاولات لاختصار حالة الاستيحاش والإحباط لدى الإنسان بشعوره باللا جدوى، هذا في الفلسفة. على مستوى الشعر، نظرية أرسطو المعروفة التي يتداولها جميع طلبة اللغة العربية في مقاعد الدراسة في برنامج البكالوريوس، يعني دائما نتحدث عن التطهير، أنه يخرج انفعالاتنا السالبة. أما الأهم فهو أنه يقدم عزاء كبيرا كمعادل موضوعي، كأنه يتعامل مع
مع فقدنا لأشخاص ما ككائنات لغوية يستحضرهم من خلال النص ويوجدهم ويعاود خلقهم. نعم وإذا نظرت في تجارب الفقد الكثيرة، أنا قبل 5 سنوات فقدت والدي رحمه الله. في الأول أحجمت كثيرا، لم أستطع أن أشكل هذه الصورة في حياتي، أن أستعيده وإن كان لم يغادر أصلا. وبعد ذلك تدفق في مجموعة شعرية كاملة هي قصائد الأب والابنة والروح، وهكذا. يعني فقد الوطن على سبيل المثال يتشكل من خلال النوستالجيا، الحنين إلى مرابع الطفولة، ومن خلال الحلم القادم، وهو ليس حلما بإذن الله، بس دعنا نتحدث عن وعد قادم، بل تفضل. نتحدث عن وعد قادم بأنه يعني سيتحقق وأنه يصبح مرئيا من خلال الكلمات. نعم. طيب، بعيدا عن الذاتي إلى الجمعي، وبعيدا عن السلبيات، قريبا من الفوائد، نتحدث الآن عن المفيد من كثرة المنصات و الفعاليات التي تعنى بالشعر واللغة على حد سواء. تفضلي. والله أظن أن الكثرة ليست مفيدة، يعني الكثرة تحجب. نعم. وهذه هي الإشكالية الحقيقية، يعني كثرة المنصات، كثرة الشعر، كثرة الشعراء، كثرة الفعاليات الشعرية، هذه كلها تحجب الشعر الحقيقي. لكن بما أنت قدمت لي هذا السؤال بسؤال آخر حول الذكاء الاصطناعي، فنحن في فضاء يعني تكنولوجيا مفتوح، لا يمكن فيه حصر النصوص ولا ممارسة نوع من الإقصاء والاستلاب بحق النصوص الضعيفة. علينا أن نقرأ من القاع وأن نوجه يعني دفة النقد الذي لا يستطيع حتى الآن مواكبة النصوص المكتوبة. النصوص كأنها طوفان، يعني هي تجري يعني في حالة فيها تسارع هائل أمام تراجع النقد و يعني بطء حالته إلى حد ما. ولكن إذا كان هناك من فوائد فهي يعني تقديم الشعراء الشباب مثلا، إذا كان هناك من فوائد فهي أننا يعني لابد أن نستعرض الأطياف جميعا والمرجعيات جميعا والانتماءات المختلفة والحضورات المختلفة يعني باختلاف بيئتها، ثم نغربل ذلك. يعني ليس النقد فقط، الزمن كثير بذلك، أو كما يقولون التاريخ يغربل فتسقط النصوص الضعيفة وهكذا. أما ليس بالوسع القبض من الأول على النصوص النخبوية وتقديمها فقط يعني بصورة مجردة. أحسنت كثيرا. قبل أن نذهب إلى آخر الأسئلة، للأسف لكل شيء بداية ونهاية، لكن الآن نريد أن تنتخبي نصا من نصوصك ليكون آخر ما تقرأينه في هذه الحلقة قبل أن نذهب إلى السؤالين المتبقيين، إلى القصيدة التي تودينها مسكا للختام. تفضلي دكتورة إيمان. ورثت الضوء عن مصباح جدي، ورثت الضوء عن مصباح جدي، لذلك حلكة ستجيء بعدي. ولم يك في سراج الضوء زيت، ولكن الأصابع ذات وقدي ستأتي من سماء الغيب كف، وتوثق في خيال الريح قصدي. أرى في خاطر الرؤيا ملاذا تضيق به العبارة، إذ تؤدي تشكلني مفارقة الثواني. أكون أنا تكون أناي ضدي، فقل لي أيها الشعر المرائي على أي الجهات أريح خدي. فقل لي أيها الشعر المرائي على أي الجهات أريح خدي. لا والله ما كان شعرك مرائيا، وإنما هو عاليا، أو هكذا سيبقى عاليا دائما، وهو عال بالفعل بك وبتجربتك السامية التي تستحق أن تظل تحت الضوء بلا انقطاع ولا توقف. الانتصار للحق يجعل الكلمة أكثر صدقا كما تعلمين، ويتيح لها أن تعيش طويلا في قلوب الناس. كلمينا عن واجب الشاعر دكتورة بأن ينتصر للحق والقضايا التي تجمعنا. تفضلي. ربما هو عطف على سؤال سابق طرحته علي أستاذ مصطفى عن رسالية الشعر، وقلت لك أنني أراه وأراه يعني رسولا ومبشرا. نعم. بغد أفضل، ويعني قادما بقيم الحق والخير والجمال. الشاعر إذا لم ينتصر للحق فإما أن يكون على الحياد أو أن ينتصر للباطل، يعني ليس هناك خيارات كثيرة أمام الشاعر. فأنا أظن أنه فكرة الحق وإن كانت متعددة والطرق الموصلة إليه متعددة كذلك، إلا أن من واجب الشعري أن يكون قمينا وثمينا بجعل نفسه يعني متاحا للفكرة،
لأنه يا سلام، للحق أنه أن 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 أنه القوة الناعمة. يعني الآن نحن نتحدث عن ونحن نتحدث عن الحرب، ستنتهي الحرب غدا وسيتم إعمار غزة، لكن ما الذي يبقى من هذه الحرب؟ تبقى ذاكرتها، يبقى الشعر الذي يدرس ثورتها، يبقى الشعر الذي ينطق بآلام يعني الشهداء رحلوا إلى ربهم وهم بين يديه الآن، وهم لا يموتون، ولكن ما يخلد ذكراهم هنا أمام الأحياء هو الكلمة. والكلمة يعني نحن ننتمي إلى حضارة النص، الكلمة أحسنت. قد تكون معجزة النبي، يعني القرآن كلمة، لذلك لا بد أن يكون منافحا عن الحق أحسنت بشكل من كثيرا. الأشكال. طيب، بعيدا عن التفكير كثيرا ونريدها وليدة اللحظة، نريد منك نصيحة توجهينها لنفسك ولغيرك من والله المشتغلين بالأدب، بكل لست عفوية جيدة، تفضلي. يعني لست جيدة في إسجاء النصائح، حتى بناتي يعني حين أريد توجيههم إلى فكرة ما أطرحها على شكل سؤال ونخرج بخلاصات منها، لكن أتذكر مقولة قصيرة لروائي هذه المرة وليست لشاعر، لجابريل غارسيا ماركيز، كان يقول: عليكم أن تمتلكوا في حنجرتكم يعني قوة أو صوتا بحجم انفجار كوني. هكذا يوصل الشاعر صوته بقوة ويكون عابرا للأمكنة والأزمنة، يعني عليه أن يمتلك هذه المرجعية التي يؤمن بها، أن يؤمن بنصه أولا، وإلا لن يكون متحققا في نفوس الآخرين. وكذلك صوتك دكتورة إيمان عبد الهادي قويا كان ويبقى، شعرك عال وكذلك تجربتك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نشكر طبعا الدكتورة إيمان عبد الهادي التي كانت ضيفتنا لهذه الحلقة، وإن شاء الله يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر في الأسبوع المقبل. لكم مني كل التحيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.